همسة في أذن كل داعية، وهمسة في أذن كل إمام، وهمسة في أذن كل مؤذن. موسم رمضان متجر من متاجر الدعاة إلى الله، القلوب مقبلة والأفئدة قد رقت والعيون قد سحت، وما أجمل أن نستغل زرع الخير فيها، واستغلال رمضان بأن يكون المسجد بيئة طاهرة جميلة عطرة تستقبل فيها الطائعين، وأن تهيئ لهم من صلاتهم وركوعهم وسجودهم أن تهيئ لهم جوا جميلا، أن تتخولهم بالموعظة، أن تحسن في الدعاء لهم، وما أجمل أن تكثر من الدعاء لهم، أن تحرص أبناءهم، أن تجتمع الأسر. جميل أن تكون هناك في المساجد موائد، وأن يكون كل بيت يخرج منه طبقا أو طبقين، وأن يلتقي الأبناء مع الآباء في الحي. استغلوا ذلك.